السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ الأوفياء لقناتي، غبت هذه الفترة الزمنية وهذا راجع لي ظروف صحية. الحمد لله اليوم راني كما نقولوها بصحة جيدة، عدت لكم باش ندير لكم بعض المراجعة في دروس الفرنسية، واللي كانوا تلاميذ معظم التلاميذ طلبوها مني ورسلوني في كل سنوات، ماشي غير سنوات الأولى، متوسط مام دوزيام تخوازيام كاتخيام اني. على فكرة الدروس اللي راح نقدمها راهي من كتب خارجية، ماهيش من الكتاب المدرسي، راهي من كتب خارجية. لكن تلاميذي الأعزاء هاد الدروس راهي من الدولة في جميع السنوات، في البروميير اني، دوزيام اني، ثالثيام اني، كاتخيام اني، مام في الطور الثانوي. وعلى هذه قررت اليوم باش نشرح لكم هذه الدروس، علها ان شاء الله تفيدكم في دراستكم ان شاء الله السنه ولكل السنوات. انا يعني قاعده نقول لكل السنوات. العنوان الدرس تاع اليوم سي لي تيب دو فراز. لي تيب دو فراز ديجا كي نقول هكا راكو شفتوه وتناولتوه مام في الابتدائي. على هذيك نتمنى من تلاميذي الاعزاء يتبعوا معايا هذا الدرس، نشرحوه خطوه وخطوه وباذن الله يفيدكم. بسم الله. لي تيب دو فراز يعني انواع الجمل اللي عندنا. tu es de quelle famille، انت من اي عائله. هادي نلقاو هنا كاين ان بوين دانتيروغاسيون يعني علامه استفهام. لا دوزيام فراز تقول je suis le fils de عبد الرحمن le boulanger، انا ابن عبد الرحمن الخباز. que dieu te garde à tes parents، ان شاء الله ربي يحفظك لوالديك، لتي بارون هما الابوين. نلقاو في الاخير حدا تي بارون علامه تعجب وحدا الخباز. الجمله الثانيه نلقاو نقطه، عندنا ان بوين دانتيروغاسيون، عندنا ان بوين، وعندنا ان بوين ديكسكلاماسيون. تري بيان، راح نشوفوا هاد الاسئله مع بعضنا. نلقاو دون سو تيكست، في هاد الاسئله هاد القصيرة اللي شفناها مع بعضنا، السؤال يقول dans ce texte nous avons trois phrases، عندنا ثلاث جمل. جيد. premièrement quelle est la phrase qui pose une question، وش هو الجملة اللي تطرح سؤال. هي أكيد الجملة الأولى ونعاودو صيغوها مع بعضنا، tu es de quelle famille، un point d'interrogation. deuxième question، سؤال تنين أعزائي، que remarques-tu à la fin de cette phrase، ماذا لاحظت في نهاية هذه الجملة. ماذا لاحظنا؟ لاحظنا في نهاية الجملة علامة استفهام. ثلاثة، quelle est la phrase qui répond à la question، وش هو الجملة اللي هنا اللي جاوبنا عليها على السؤال هذا. مباشرة هاي جينا tu es de quelle famille، انت من اي عائلة. هنا الإجابة هي je suis le fils de عبد الرحمن، هذه هي الإجابة، je suis le fils de عبد الرحمن. شكون عبد الرحمن هذا؟ الخباز، le boulanger. alors troisièmement قلنا par quoi se termine-t-elle، به انتهت هاد الجملة، انتهت هذه الجملة. اولا حدا عبد الرحمن لقينا ان فيرغول باسكو مازلنا ما كملناش الجملة تاعنا، مازلنا قاعدين نشرحوا ونفهموا. ابخي عبد الرحمن لقينا الخباز، ورا الخباز مباشرة نلقاو ان بوان، لقينا نقطة نهاية. راكم متبعين معايا اعزائي. ومن بعد رابعا السؤال الرابع، كيكسبريم لا ديرنيير فراس، يعني ماذا تعبر الجملة. اربعة بلوتو السؤال الرابع يقول كيكسبريم لا ديرنيير فراز بار كوا سو تيرمين تا. فوالا، هنايا عندنا كو ديو تو غارد تي بارون، هنا الجمله انتهت بعلامه تعجب. هاي بار كوا سو تيرمين تا، عفوا كو ديو تو غارد تي بارون، هنا الجمله راهي اكسكلاماتيف تعجبيه وخلصت بعلامة تعجب، مفهوم. بون راح نشرحو كيس كون روتيان من هاد لو بتي تيكست اي لي كيسيون. اون دوا اوبتونير كيما نقولوها قاعده. اون روتيان pour donner une information on utilise des phrases déclaratives، يعني باش نمدو معلومه دائما نستعملو جمل تصريحيه. هاد الجمل التصريحيه اللي يخلصو بنقطه وفقط. elle se termine par un point، كيما درك تفضلت وقلت لكم الجمل العاديه اللي نمدوا فيها معلومه ولا قاعدين نمدوا في شيء يعني فيه فائده، راهي
كي نخلصوا لا فراز نتاعنا مباشره نحطوا نقطه نهايه. نمدوا مثال اكزامبل، مثال من نفس النص اللي شفنا هنايا، جو سوي لو فيس دو عبد الرحمن لو بولونجي. لاحظتوا النقطه هذه هي نقطه نهايه، هذه لا فراز اسمها ديكلاراتيف، الجمله التصريحيه. Pour poser une question, باش نطرحوا سؤال اعزائي، لا كيستيون هي سؤال. Pour poser une question, on utilise des phrases interrogatives. رانا نستعملوا جمل استفهاميه. استفهاميه معناها تخلص بعلامه استفهام، كيما لقيناها في اول سؤال في النص وقلنا tu es de quelle famille. Elle se termine par un point d'interrogation. دائما تخلص بنقطه استفهام. Exemple مثلا، tu es le fils de quelle famille؟ tu es le fils de quelle famille؟ انت ابن من ولا انت من عائله من؟ D'accord. Pour exprimer un sentiment, une surprise ولا un vœu، باش نعبروا على مشاعر ولا احاسيس ولا une surprise ولا مفاجأة ولا un vœu امنيه، ماذا نستعمل؟ on utilise des phrases exclamatives. نستعملوا des phrases exclamatives معناها جمل تعجبيه اللي تنتهي دائما avec un point d'exclamation، اللي تخلص دائما avec un point d'exclamation معناها نقطه تعجب. جيد. Exemple دائما، que Dieu te garde à tes parents. Que Dieu te garde à tes parents. Même la façon de prononciation, تاعنا في الجملة دائما كل جملة عندها صيغة ولا عندها la prononciation تاعها. هنا la façon d'exprimer اكو تسمعوا فيها que Dieu te garde à tes parents. Tu vois la façon? C'est une façon exclamative qui se termine avec un point d'exclamation يعني علامة تعجب. Pour donner un ordre à هنايا c'est autre chose. باش نمدوا امر ولا نصيحة. Pour donner un ordre ou un conseil. Le conseil هو النصيحة ou l'ordre هو الأمر. On utilise quoi? On utilise des phrases impératives. يعني جمل أمرية. رانا رحين نأمر إنسان ولا نقدمه نصيحة تفيدو. نمدو جمل أمرية impérative. Exemple, prends soin de toi. يعني كما نقولو حنا بالدهجة تهلا في روحك. Mais avec une façon ولا avec un ordre ولا un conseil. Maintenant, on va passer sur un exercice pour bien expliquer ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon, l'exercice هذا على لي تيب دو فراز دائما راح نحاولوا في جدول نشوفوا الجمل نتاعنا وشاك فوا الجمله اللي نلقاوها كيما نقولوها ديكلاراتيف او بيان امبيراتيف اكسلاماتيف انتروغاتيف راح نوضعها في الجدول تاعنا ستادير في شاك كولون نحطوا الجمله الصحيحه. بون عندنا لا بروميير فراز هو عبارة عن نص قصير على لو شا. مون شا ام سورتير لو سوار. نلقاو نقطة. مون شا ام سورتير لو سوار ستادير هنا كاينة جملة ديكلاراتيف. جملة ديكلاراتيف نحطوها في لا بروميير كولون. نديرو ان. او فاتيل كاينة علامة استفهام، كاين ان بوان دانتيروغاسيون. لا دوزيام ستادير la question هذه كنحطوها في phrase interrogative. حداها مفاجأة مباشرة نزيدو نلقاو سؤال آخر. Que fait-il؟ Que fait-il؟ نلقاو le point d'interrogation عفوا ولا interrogatif الجملة نحطوها في la phrase interrogative. نزيدو نلقاو une autre phrase. Je ne le sais pas. Avec un point نحطوها في une phrase déclarative. نزيدو نلقاو جملة أخرى. Si je pouvais sortir avec lui. نلقاو علامة تعجب. C'est-à-dire c'est une phrase exclamative. ونحطوها في la troisième colonne phrase exclamative. Malheureusement, maman n'arrête pas de me dire ne sors pas la nuit. آخر جملة c'est une phrase impérative. يعني أمرية خاطر الأم قاعدة تقول له انا نقول لك بلي ما تخرجش في الليل ne sors pas la nuit. نحطوها في la dernière colonne et dans la phrase impérative. Très bien. نتمنى تكونوا تابعتوا معايا.